مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها استضافة أسبانيا لإبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية في المغرب. واستضافوه وأدخلوه أسبانيا بجواز سفر مزور وباسم مزور، وهي نفسها أسبانيا التي تؤيد الحركات الانفصالية في المغرب وتسلحها وتمدها بالسلاح كي تقتل من أبناء الشعب المغربي. هي نفسها أسبانيا التي ترفض عندها أن يكون عندها حركات انفصالية أو حق تقرير مصير. تعالوا نرى ازدواجية التعامل الأسباني بين المغرب وبين الأراضي الأسبانية. تعالوا نبدأ ونرى. أولا، هنا في موقع روسيا اليوم، رئيس وزراء المغرب استقبال أسبانيا لرئيس البوليساريو بجواز سفر واسم مزورين، فضيحة كبيرة. طبعا هذا سعد العثماني، موقف الحكومة جيد، لكن أنا أقول لسعد العثماني: ما القيمة أن أنت يعني تطلق لحيتك يعني على أساس أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم تسب وتلعن في أسبانيا في الوقت الذي أنت تعمل على تدريس اللغة الفرنسية وتفرضها فرضا على شعب مسلم، واللغة الفرنسية دي لغة الاستعمار الفرنسي، الاحتلال الفرنسي، في نفس الوقت بتعمل تعدد لغات في المغرب، فأنت بتعمل على تقسيم البلد أصلا. فأنا شايف أن التشدق بقضية الصحراء المغربية من أناس أو مسؤولين بيدرسوا الفرنسي وبيعملوا عدة لغات في البلد، في الواقع هم يعملوا على تقسيم كل المغرب وليس وحدتها، وإن تشدقوا بأن الصحراء مغربية لكن أفعالهم أنه القضاء على المغرب، وإن أطلقوا لحاهم وإن سموا نفسهم المؤمنين وكل هذا الكلام الإيه، نحن لا نأخذ بهذا، نحن نأخذ بالأفعال. تعالوا، ومعيار الذقن واللحية ليست هو معيار إسلامي ولا غير إسلامي يعني، ولا حتى لو حفظ القرآن. طيب، المهم، أعرب رئيس الحكومة المغربية سعد العثماني عن استنكار الاستقبال أسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو اسمه إبراهيم غالي، ده واحد شيوعي مرتبط بكوبا وفنزويلا وهذه الدول الشيوعية، بجواز سفر واسم مزورين. وهو العثماني كان له لقاء مع الكتاب الجهويين والإقليميين للحزب الحاكم العدالة والتنمية، وبعدين قال ان الغريب هو انهم، اي اسبانيا يعني وهذه والجزائري او النظام في الجزائر وليس الجزائر، يدعون ان هذا رئيس جمهوريه وانه عنده سفارات في عدد من الدول وعنده وزراء ايضا، واذا به لا يستطيع ان يسافر بجواز سفر حقيقي، حيث لا تتوافر هذه الجمهوريه المزيفه لا على جواز سفر ولا على وثائق، ولا يمكن لاحد ان يسافر باسمها في اي بقعه من بقاع العالم. طبعا الكلام ده فيه خطا. معيار انك دولة او ليست دولة ليس امتلاكك جواز سفر ولا امتلاكك انتقالك من مكان لمكان، حتى لو عندك علم وعندك جواز سفر. معيار انك دولة هو انك بتصنع السلاح والغذاء والدواء الخاص بيك، هو انك لست في حماية جهة دولة اخرى، هو انك تكون خط حرب الاستقلال. يعني فيه عدة معايير، والله عايز اعمل حلقة احنا نعرف ان الدولة دي مستقلة بنسبة كام، باذن الله ان شاء الله خاص حلقة عن ذلك يعني. انما جوازات السفر والاعلام والكلام ده كله مظاهر فلكلورية يعني، والسجادة وحرس الشرف والكلام ده. الملك فاروق في مصر كان يظن انه ملك، والانجليز قالوا عين النحاس رئيسا للحكومة، رفض. القائد الانجليزي الملك كان في مكتبه، فوجد القائد الانجليزي كسر الباب ودخل عليه هو العساكر، والملك خاف وجري في ركن، وقفوا قالوا له: هتمضي ولا نعزلك؟ فتذلل لهم ووافق. فلا نفع علم مصر ولا الحرس الشرف ولا جواز السفر ولا كل هذا الكلام التافه. نرجع لتصريحات سعد العثماني. يقول سعد العثماني: سفر غالي اللي هو رئيس جبهة البوليساريو بجواز مزور، بالإضافة إلى بلاغات الجبهة العسكرية في الآونة الأخيرة والتي تبين أنها ادعاءات وتهويلات ونفخ في الرماد، يثبت أن المغرب في الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الهجومات التي يتعرض لها المغرب إعلاميا بسبب النجاحات التي حققها في ملف الصحراء. وزارة الخارجية المغربية استدعت سفير أسبانيا بالرباط اسمه كذا كذا، وطلبت منه التوضيح بشأن استقبال بلادي لغالي لتلقي العلاج على أراضيها. هنا في صحيفة العرب، دي تتبع السعودية، تحت عنوان: انكشاف أسبانيا بعد إدخال زعيم البوليساريو أراضيها خلسة، وهذا هو الشخص الشيوعي الذي يعمل على تقسيم بلد مسلم، وهذا مخالف للإسلام ومخالف للشريعة الإسلامية،
وسيدنا أبو بكر الصديق لم يقبل أبدا لا بتقسيمات ولا بشيء من هذا القبيل، ولا في التاريخ الإسلامي. يعني كل من يعمل على تقسيم بلد مسلم هذا أمر ممنوع. هنا في فرنسا 24 المغرب يبدي سخطه بعد استضافة إسبانيا لزعيم البوليساريو، وده وزير خارجية المغرب. المهم هم وزير الخارجية استدعى السفير الإسباني التعبير له عن عدم فهمه وسخط، وطلب توضيحات بعد أن أكدت إسبانيا أن الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي يتلقى العلاج على أراضيها. وزارة الخارجية الإسبانية اسمها كذا كذا قالت خلال مؤتمر صحفي الجمعة أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها الزعيم الصحراوي الانفصالي لتلقي العلاج. طبعا إسبانيا ادعت أن هي بتفعل هذا الكلام للاعتبارات الإنسانية. طبعا ده كلام في التهريج. لماذا؟ لأنه لو أبو بكر البغدادي اللي هو زعيم داعش مريض وذهب لإسبانيا، هل سيستقبلونه بجواز سفر مزور؟ يدخلون إسبانيا بجواز سفر مزور وباسم مزور ثم يرفضون تسليمه؟ لا طبعا. انتبهوا. طيب أبو بكر البغدادي عمل إيه؟ قتل. طيب وإبراهيم غالي هذا الشيعي ماذا فعل؟ قتل. انتبهوا كيف يجري. ما هو الاثنان قاتلان، فلماذا انت في قاتل بتستضيفه عندك وبترحب بيه وبتدخله باسم مزور وجواز سفر مزور، وهي نفسها اسبانيا اللي سلمت مصريين لما لجأوا اليها سلمتهم للنظام السيسي، ولا حقوق انسان ولا غيره. طيب تعالوا بقى نشوف ماذا تفعل اسبانيا حضراتكم لما يكون الامر يتعلق بوحده اسبانيا. هنا دي خريطه اسبانيا. هنا في اللي باللون الاحمر ده اقليم اسمه اقليم الباسك، يريد الانفصال عن اسبانيا ويقول نحن لسنا اسبان ولنا لغه خاصه وعالم خاص الى اخره. اسبانيا طبعا بتعتقل القاده الانفصاليين هناك وبتضعهم في السجون، وهم اسمهم منظمه ايتا الانفصاليه. هنا حضراتكم في الجزيره الشرطه الاسبانيه تعتقل 11 سياسيا في حركه ايتا الانفصاليه. الكلام ده عام 2002 منذ 18 عام. طيب هنا فرنسا اسبانيا القبض على زعيم جماعة إيتا الانفصالية جنوب فرنسا، يعني وده تاريخ 2016 يعني منذ 5 سنوات فقط. فرنسا بتدعي حقوق الإنسان والحريات وحق تقرير المصير، هي بتصدع عندنا لما يكون في السودان والمغرب والجزائر تقول حق تقرير المصير وهذا الكلام. هي راحت ألقت القبض على رئيس منظمة مثل البوليساريو بالضبط، الاثنين بتعمل السلاح والاثنين تسعيان إلى تقسيم الدولة اللي هو فيها، لكن في هذه الحالة فرنسا ألقت القبض عليه كل شيء. فالسؤال أنا بقى سؤالي للجماعة الشيعيين الذين يقودون جبهة البوليساريو، لماذا لا تطالبون بالعدالة والحرية لزعيم جبهة إيتا الانفصالية اللي هو بيدعو ميثاقهم؟ ما هو مناضل يا جماعة، أنتم تناضلون ضد المغرب وبتاع إيتا يناضل ضد أسبانيا، فلماذا هذه الازدواجية؟ إن المغرب احتلال، طب ما أسبانيا احتلال للباسك. بنفس المنطق لماذا لا يطالبون، يعني لماذا تساعدكم اسبانيا ولماذا هؤلاء الشيعيون في جبهه البوليساريو يرسلون اطفال مسلمين من الصحراويين الى الكنائس الاسبانيه؟ لا طب ما ترسلوها للمساجد في المغرب يعني، واصل ملك المغرب ظالم. طب ما هو ملك اسبانيا ظالم يعني، هو حضراتكم مش ملك اسبانيا متورط في قضايا رشوه وفساد من محمد بن زيد ولي عهد الامارات وهرب وخرج وكلام من هذا القبيل؟ لا توجد عداله في المغرب، ما هو لا توجد عداله في اسبانيا. هو هل حكموا الملك لما سرق وارتشى في اسبانيا؟ يعني ادي يوضح لك التناقض. هنا الداخليه الاسبانيه القبض على زعيم ايتا جنوب فرنسا، احنا الخبر ده استعرضناه في عام 2016، يوضح لك المعايير الانفصاليه. طيب هنا بقى حضراتكم في عام 2018 منذ 3 أعوام منظمة إيتا اللي هي بقى تشبه البوليساريو تتخلى عن حلمها بالاستقلال وتنهي مبادرتها السياسية، وسقط منها 800 قتيل و90%. المهم هذه المنظمة اليوم قالت لا عاوزين باسك ولا غيره، وبدأوا أسبانيا مقابل إلقوا السلاح مقابل نفرج عنكم، حتى إلقوا السلاح ورفضت يفرج عن الناس فيه. طب ماذا ما نقول البوليساريو؟ ألقوا السلاح وعودوا إلى الوطن المغرب، ضد الملك ضد الحكومة، ده موضوع نفرق بين المغرب وبين النظام الحاكم. ما أنا ضد العسكر في مصر
وضد السيسي، لكن انا ضد من يعمل على تقسيم مصر او اي دوله اخرى. يعني لو واحد طلع في مصر قالوا احنا عاوزين تقرير مصير لمدينه الاسكندريه في مصر، نقف ضده طبعا. طيب هنا يا جماعه احنا عارفين كاتالونيا اللي هي في شمال اسبانيا، كاتالونيا عملت استفتاء حضراتكم واعلنت ان هي دوله مستقله. راحت اسبانيا عملت ايه؟ تعالوا نشوف خريطه كاتالونيا. هذه خريطه كاتالونيا، هي تقع في الشمال الشرق لاسبانيا، اقليم الباسك هنا اللي احنا عرضناه، وهنا دوله او جمهوريه كاتالونيا، وايضا عملت استفتاء على الانفصال. راحت الحكومه الاسبانيه اعتقلت كل الوزراء والحكومه بتاع كاتالونيا ورمتهم في السجن. هنا في وكاله الاناضول اسبانيا مذكره اعتقال دوليه بحق زعيم كاتالونيا، وهنا احكام بالسجن بحق 12 ناشطا سياسيا سابقين بمؤيد انفصال الاقليم عن الحكومه المركزيه في مدريد. انا بقول لهم اتفضلوا حضراتكم في جبهه الشيوعيه البوليساريو، تضامنوا مع وزراء والناشطين المعتقلين في اقليم كاتالونيا، وهم برضه يعني بيميلوا للشيوعيه، وتضامنوا مع حركه ايطا الانفصاليه في اقليم الباسك، هم مناضلون مثلكم، لماذا لا تفعلون؟ فهذا يتضح لهم ان هذه الحركه البوليساريو الشيوعيه بتدعمها اسبانيا وبتمولها اسبانيا وبتسلحها اسبانيا وبتسلحها مخابرات النظام الحاكم في الجزائر، بيتحالفوا مع اسبانيا اللي تاريخها كله مذابح ضد المسلمين وابادت ملايين المسلمين، وهي لا تزال تحتل اراضي في المغرب حتى اليوم، وانتم تذهبون لها وتعلمون ماذا ارتكب الاسبان. هل اسبانيا اعتذرت عن جرائمها في حق المسلمين، عن الاباده الجماعيه لحق المسلمين؟ لا، يقول لك اباده الارمن، ولا في اباده ارمن ولا حاجه، كذابين. انما اين اباده المسلمين في الاندلس؟ لا يعترفون بها ولا اي شيء. هل اسبانيا اعتذرت عن ماضيها؟ لا، اسبانيا تقيم الاحتفالات وتحتفل بان هي ذبحت وقتلت المسلمين في دوله اوروبيه. اين منظمات حقوق الانسان؟ لا نعرف. اين فرنسا وكل الدول اللي بتطلع تقارير عن حق تقرير المصير في السودان، وحق تقرير المصير في الصومال، وحق تقرير المصير في اليمن؟ عندما يتعلق المغرب، عندما يتعلق الامر بكتالونيا في اسبانيا او في قبرص التركيه لان سكانها مسلمين، يعني لما يكون تقرير المصير في دوله اوروبيه يغلقون فمهم، لما يكون تقرير المصير هيؤدي الى تقسيم دوله مسيحيه مثل قبرص يسكتون. فهذه الشعارات تقرير المصير لا ترفع الا لما تكون لمصالحهم، والارهاب والكلام ده لا ترفع الا لما تكون لمصالحهم. وهو ابراهيم غالي ده ارهابي ومعاه سلاح وبيقتل وبيحارب وبيعمل وكذا، ورغم ذلك يرفضون تصنيفه جماعه ارهابيه في اسبانيا، بل يساعدون. وشاهدنا حفتر بكل جرائمه، وحفتر ارهابي، ما هو بيقتل مدنيين وبيروحهم، وماكرون يستضيفه بالاحضان وفرنسا ويدخلونه المستشفى ولما كان عنده جلطه في المخ. لذلك انا اقول لاهلنا في الصحراء المغربيه، توبوا الى الله وانتم تتعرضون لخديعه، وانظروا، نختلف مع الحكومه في المغرب والنظام الحاكم هذا، لكن المغرب بلد مسلم يجب ان يظل موحدا. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، وارجو منكم اشتراك في القناه بالضغط على الزر، رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر اسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأمتها في مجال التاريخ. هنا كتاب يوسف ابن تشافين من قادة دولة المرابطين، ولو يوسف ابن تشافين ما سمح طبعا بهذه المهازل، وما كان يسمح طبعا ولا المرابطين يسمح